يعني كهذا يقول من أفتح القرآن يعني سيكولات عندي أنا عاصر. من أفتح القرآن شنو؟ يعني تكشف سيكولات عندي تنكشف لها الحجب بدون هو ما يعرف. زين هاي تاخذ من عندكم فلوس لو بلاش؟ لا أنا سمعت يعني مقارنة. واضح، إن شاء الله تسمعين الجواب. تحياتنا إليك أختي الكريمة أم آدم. أم آدم كان عندها سؤال ثاني، تقول إحدى النساء تقول من تفتح القرآن تنكشف لها الحجب، تعليقكم؟ هذول كذابين، بعض الكذابين الدجالين، والله أنا أفتح القرآن أشوف ما ينشاف وأدري ما يندرى وأعلم الغيب. هذول ناس عدم دكاكين وحكي ما له داعي أصلاً. على أي حال لا تذهبوا إلى هؤلاء، وعندنا روايات تمنع وتحرم الذهاب إلى هؤلاء الذين يسمون على حال شو يسمون سحر وشعوذة فوالات على حال اللاتي يدعين على أنه لهن صلة بالغيب، أصلا دخول إليهن والذهاب إليهن فيه إشكال، ولا تصدقوا أحدا في هذا.